بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 130. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي لم يورث دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نتحدث إليكم في هذه الحلقة امتدادا لأحاديثنا السابقة في موضوع المواريث. ولقد انتهى بنا الحديث في الحلقة السابقة إلى بيان أنواع الورثة باعتبار الإرث، فهم بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع: نوع يرث بالفرض، ونوع يرث بالتعصيب، ونوع يرث لكونه من ذوي الأرحام. فصاحب الفرض هو الذي يأخذ نصيبا مقدرا شرعا، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. والعصبة هم الذين يرثون بلا تقدير، وذوي الأرحام هم الذين يرثون عند عدم أصحاب الفروض غير الزوجين وعدم العصبات. وذوي الفروض عشرة أصناف: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم ذكورا أو إناثا. فللزوج النصف مع عدم الولد وولد الإبن، وله الربع مع وجود الولد وولد الإبن، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. وللزوجة فأكثر الربع مع عدم الفرع الوارث، والثمن مع وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. والمراد بالفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه، ولكل من الأب والجد السدس فرضا مع ذكور الولد أو ولد الإبن، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ويرث الأب والجد بالتعصيب مع عدم الولد وولد الإبن، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فأضاف الميراث إلى الأبوين الأب والأم، وقدر نصيب الأم ولم يقدر نصيب الأب، فكان له الباقي تعصيبا. ويرث الأب والجد بالفرض والتعصيب معا مع إناث الأولاد وأولاد البنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي فلأقرب رجل من الميت، والأب هو أقرب ذكر بعد الإبن وابنه. فتلخص أن للأب ثلاث حالات: حالة يرث فيها بالفرض فقط، وذلك مع وجود ابن الميت لصلبه أو ابن ابنه وإن نزل. والحالة الثانية يرث فيها بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن للميت. والحالة الثالثة يرث فيها بالفرض والتعصيب معا مع وجود الإناث من ولد الميت أو ولد ابنه. والجد مثل الأب في هذه الحالات لتناول النصوص له إذا عدم الأب. ويزيد الجد على الأب حالة رابعة، وهي ما إذا وجد معه إخوة أشقى أو لأب، فقد اختلف في هذه الحالة عن الأب. فمن العلماء من يعتبره مثل الأب فيحجب الإخوة، ومنهم من يعتبره مساويا للإخوة فيشاركونه في الميراث ويكون كواحد منهم، يتقاسمون المال أو ما أبقت الفروض على كيفيات معروفة في هذا الباب الذي يسمى بباب الجد والإخوة، لأن الجد والإخوة تساووا في الإدلاء بالأب، فالجد أبوه والإخوة أبناؤه، فيتساوون في الميراث، كما ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة كعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الإمام مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، واستدلوا بأدلة وتوجيهات وأقيسة كثيرة مذكورة في الكتب المطولة. والقول الثاني أن الجد يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب، وذهب إلى ذلك أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير، وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر وغيرهم، وهو قول الإمام أبي حنيفة
ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، ولهم أدلة كثيرة، وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول، والله أعلم. وننتقل إلى بيان ميراث الأم. فللأم ثلاث حالات: الحالة الأولى ترث فيها السدس، وذلك مع وجود الفرع الوارث من أولاد الميت أو أولاد بنيه، أو مع وجود اثنين فأكثر من الإخوة، قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الحالة الثانية ترث فيها الثلث، وذلك مع عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين للميت، ومع عدم الجمع من الإخوة والأخوات، قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الحالة الثالثة ترث فيها ثلث الباقي، إذا اجتمع زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم، وتسمى هاتان المسألتان بالعمريتين، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيهما أن للأم ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله أصوب، لأن الله إنما أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه، يعني في قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث الأبوين يقتسمانه كما اقتسم الأصل، وكما لو كان على الميت دين أو وصية فإنهما يقتسمان ما بقي أثلاثا. انتهى كلامه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.